Hello and welcome back to Enlighten Us Arabic, your easy path to learning. You are joining us today for lesson 26, and again, we are expanding on the verb forms that we have been doing, so do check out the previous lessons. In this lesson, we are focusing on verb form 2, fa'ala. Let's remind ourselves of the example from last time. So last time we used the word allama. Allama, yu'allimu, allim, ullima, yu'allamu. And our isms, mu'allimun, mu'allamun, ta'lim. Now today we're only going to be expanding on the verbs. So let's move on. So we're going to start with the past tense. هو علم, هما علما, هم علموا. هي علمت, هما علمتا, هن علمنا. أنت علمت, أنتما علمتما, أنتم علمتم. أنت علمت, أنتما علمتما, أنتن علمتن. أنا علمت. نحن علمنا and نحن علمنا. Now let's have a look at the present. هو يعلم, هما يعلمان, هم يعلمون. هي تعلم, هما تعلمان, هن يعلمن. أنت تعلم, أنتما تعلمان, أنتم تعلمون. أنت تعلمين, أنتما تعلمان, أنتن تعلمن. أنا أعلم, نحن نعلم, نحن نعلم. Let's move on to the command. أنت علم, أنتما علما, أنتم علموا, أنت علمي, أنتما علما, أنتن علمنا. Now let's have a look at the passives. And we're going to start with the past tense, the past passive. هو علم, هما علما, هم علموا. هي علمت, هما علمتا, هن علمنا. أنت علمت, أنتما علمتما, أنتم علمتم. أنت علمت, أنتما علمتما, أنتن علمتن. أنا علمت, نحن علمنا and نحن علمنا. Now let's have a look at the passive present verb tense. هو يعلم, هما يعلمان, هم يعلمون. هي تعلم, هما تعلمان, هن يعلمن. أنت تعلم, أنتما تعلمان, أنتم تعلمون. أنت تعلمين, أنتما تعلمان, أنتن تعلمنا. أنا أعلم, نحن نعلم, نحن نعلم. Let's repeat this process for our second example. لخص, لخص, يلخص, لخص, لخص, يلخص. And then the isms, ملخص, ملخص, تلخيص. And again, we are only focusing on the verb. So starting with the past tense. هو لخص, هما لخص, هم لخصوا. هي لخصت, هما لخصتا, هن لخصنا. أنت لخصت,
انتما لخصتما، انتم لخصتم، انتي لخصتي، انتما لخصتما، انتن لخصتن، انا لخصت، نحن لخصنا، نحن لخصنا. Let's have a look at the present. هو يلخص، هما يلخصان، هم يلخصون، هي تلخص، هما تلخصان، هن يلخصن، أنت تلخص، أنتما تلخصان، أنتم تلخصون، أنت تلخصين، أنتما تلخصان، أنتن تلخصن، أنا ألخص، نحن نلخص، نحن نلخص. Now let's have a look at the command. أنت لخص، أنتما لخصا، أنتم لخصوا، أنت لخصي، أنتما لخصا، أنتن لخصنا. So starting with the past tense, we have هو لخص، هما لخصا، هم لخصوا، هي لخصت، هما لخصتا، هن لخصنا، أنت لخصت، أنتما لخصتما، أنتم لخصتم، أنت لخصتي، أنتما لخصتما، أنتن لخصتن، أنا لخصت، نحن لخصنا، نحن لخصنا. And now let's have a look at the present tense. Now let's do the passive present tense. هو يلخص، هما يلخصان، هم يلخصون، هي تلخص، هما تلخصان، هن يلخصن، أنت تلخص، أنتما تلخصان، أنتم تلخصون، أنت تلخصين، أنتما تلخصان، أنتن تلخصنا، أنا ألخص، نحن نلخص، نحن نلخص. And that's all today. Thank you for joining us in today's lesson. Join us in the next one for the next verb form 3. And of course, don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell. Goodbye.